خويا انا راه واحد السلام عليكم بعدا واحد القفه ديال رمضان فهمتي كتفرق الناس اللي ما فحالهم فهمتي حنا كيبان لينا هاد القفه كتفرق الناس اللي عندهم فهمتيني وكاينه واحد الحاجه اخرى عاوتاني يعني بحال انا ما فحاليش فهمتي نقدر نمشي عند شي متوسط غنعطي 1000 ريال ولا شي لعيبه ويقيد لي سميتي وغيدير نمشينا وغناخذ ماشي القفه بالوجه ها فوالا شي فهمتيني يعني وحنا قالوا جمعيه فهمتيني قالوا جمعيه اللي كتفرق فهمتيني وكاينين دابا الناس دابا العيالات اللي مريحين فهمتيني كاين اللي عنده بون فهمتيني ها هو يبون وما واخد والو فهمتيني فينا هما هاد الجمعيات فهمتيني ما كاين لا مكاين والو فهمتيني الناس ماش كيجيو هنا ورا الخمسة الصباح اخويا انا بنادم كان فهمتيني البارح واليوم فهمتيني غير من الخمسة الصباح هما مريحين يعني قاعد ولي كتشوف دابا كاينين هنايا وكاينين شي ناس فهمتيني كيكذبوا عليهم سيروا للمقاطعه ملي غتمشي للمقاطعه اش غيطرى لك كتبقى تسنى في الصف فهمتيني على الاقل خصك تعطي 20 درهم باش تدوز واش فهمتيني يعني ناس هنايا اللي خاصها تعطاها القفه ما تعطاتهاش تقريبا ديال الناس كانوا هاد الصباح هذا وهذا راه كنقول لك راه 200 ديال البشر راه فوق 200 ديال البشر اخو فهمتيني راه بزاف 200 ديال البشر الا خدات من 20 كاينين جواد القوات المساعده هما اللي كان فهمتيني ماشي ولا والو ولا 20 خيشه شي 20 خيشه اللي تفرقات فهمتيني من 200 ديال البشر فهمتيني ولكن الناس اللي خصهم يتعطاهم ما تعطاهم والو فهمتيني وحده عميه وحده زنزونه ها هما الناس دابا واخدين بونات دابا مريحين في الدص على الارض فهمتيني شكون اللي غيجي هذا انا مثلا هو عندي بون ها هو بون شي وصل فينا هو اللي غيجي يعطيني القف غيبقى هو هادو مرهونين يجي يقولوا للناس سيروا دبروا على راسكم فحال الاخر واش فهمتيني دابا انا كيولد الدرب فهمتيني قلت هذاك الشيء اللي شاف شعيني فهمتيني طوموبيله كتجي كات كات كدي قفه فهمتيني كاين اللي جاب القوه ودا القفه فهمتيني نهائيا كاريمون ما محتاجيناش هادشي واش فهمتيني هما اللي كيديو فهمتيني هذا ما كان حنا كنطالبوا فهمتيني باللي مكلف ولا باللي مكلف بالدوله فهمتيني يشوف من حال هاد الناس هادو اللي معذبين فهمتيني 3000 درهم الشهر ما ما دايره والو فهمتيني عي بنادم باغي هذيك الدقيق والزيت وتخيل معايا دقيق وزيت ولينا ولا بنادم واحد فيه عليكم السلام خويا واقع بان ما بغاش يعطينا الكفاف ديالنا واخا عطانا هاد البون ما عطاناش الكفاف ديالنا حنا البارح ضالين هنا من 7 الصباح وبيتين هنا واليوم عاوتاني ضالين هنايا ملي كندوي مع اللي قلنا كبوا على كروشكم الماء ما عنديش ما بقاوش الناس مع الربعة الصباح شبعوا ليهم الكفايف الربعة الصباح اللي عنده 50 درهم خداها اللي ما عندوش راه ما خداش جات بيكوب ومقد بيكوب وهوندا هما اللي جاوا شارجاو الناس اللي عندهم الديور وعندهم الفلوس هما اللي خداو الناس اللي ساكنين في السكن العشوائي وكارين ما خداوش جيو اخويا طلع لحياتنا في الشام كرفسين كيكون فيضان في الصيف مكرفسين بالزبل والتراب كيجيو يلوحو علينا الزبل وكنقولو هانية ولكن اخويا المحاولة اللي تجعطها لنا سيدنا الله ينصرو ولا الجمعية القائد والمقدمية القائد والمقدمية انا عطاني القائد شخصيا وقال لي الصباح جي ملي جيت ما خديتش وعندي جوج دريات وبنتي مريضة عندها مرض مزمن وملي جيت عنده وريتو الوراق وقلت له سعادة القيد ها انت شوف قال لي يا كلب وانا سيري تا الصباح ما عرفنيش قال لي سيري كبي على كرشك الماء وانا بيت هنا والدري طرب معايا وضال معايا كنقول حسبي الله ونعم الوكيل وعاش سيدنا اللي عطانا ما عطانا خويا هو والو وملي دوينا معاه قال لك لا ما كايناش ما بقاتش القفه شكون داك الشيء اللي قلت لهم شوف الله اعلم اخويا ما عرفناش فين مشى حنا كل عرب ما دابينا نعرفوا مين مشى وجاو البوليس مع ثلاثه ما دابين شوفي خويا كاين اكثر من 400 واحد اكثر من 400 واحد اللي كاينه هنا البارح اخويا تبارك على الناس اللي عطاهم جا عندي انا وقال لي تعطيني 50 درهم تعال نجيب لك قفصه عطاني يعاودوا ياخذوا محتاجين خويا طلع لينا في ديورنا كنطلب من المسؤولين يجيو يدوروا في الديور يدوروا في دوار سيد الخادير دوار كوميرا
يدوروا في الدوار ديال دوار كفاش، يدوروا عند الحرفيه، يدوروا هنايا، يدوروا عند كل شيء. كاين ديال ابرارك راه ما خوافي كاينين ياك ديال دوار الزفت، هذاك الدوار، هذاك الدوار، الدوار اللي لها صغير حد على الحال ديال فوريان، والكراج اخويا كان لهيه، كان لهيه ما عطاوناش. شوف خويا باغي الزيت السكر، انا ما عنديش، راجلي ميت ليا، خلاني جوج وليدات ما عنديش، انا كاريه بعشرين، اش غندير اش غناكل؟ هذا باغي الزيت، باغي المعاونه، شو كيعطيو شو ما كيعطوش، علاش؟ شوفي شوفي خدمة، هنا هنايا، ما الصبح تغدينا كاع، ما كنبلاها والو، ما خداماش، ما خداماش اخويا. حشومة حشومة بزاف، شو كيعطوش وما كيعطوش؟ ها؟ بزاف الناس رشوة، باغي الرشوة، حنا ما عندناش اخويا، كون كان عندنا كون مشينا. خويا هنايا مع الخمسة في الصباح، مع الفجر فرقوا، مع الفجر فرقوا، سمعتيني؟ فرقوا مع الفجر. فرقوا الكفات، كفاف، سمعتيني وعائشة الملك؟ هاد الطفرية ما عندهمش، هاد الطفرية ما عندهمش، سمعتيني؟ كاينة مسكينة اللي عندهاش الراجل، كاينة مسكينة اللي ما كاين، وكاين بعد كاين، وكاين مساكين اللي عندهم اللي عاملين لهم مرات، سمعتيني؟ بحال هاد السيدة ما عندهاش الراجل، ها هي، ها هي ملكة خدمة ما عندهاش مسكينة، الله يحسن العون، ما عندهاش، هادو ما عندهمش كنعرفهم، اللي عندهم وخداو كفاف، واللي ما عندهمش المعيشة غالية، فهمتي؟ اللي عندهم رجالة كله كيهضروا دابا الناس، ها أنت، ودابا أنا، أنا بوفرية. اهلا انا كنت كتلو الزرقاء انا هاهي تقول كنت كنبسل الزرقاء سمعتيني ساعة كريت سمعتيني ها هما كيعرفوني ما خديت والو ما خديت لا كنت خديته قام وقف مع هادو قام وقف مع هادو عندهم البونات وما خداوش صحاب البونات اللي عندهم ما خداوش علاش قال لي سوي مقدم قال لي سوي مقدم مقدم هرب 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 قلت لها هكا الكارت ديالي قال لي سيري كوليها علاش؟ انا ماشي مطيله انا هذيك الخيريه لا اب لا ام لا حتى واحد وعايشه ما كلشي كيعرفني